السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أيها الرائعون أيتها الرائعات، عدنا والعود أحمد. مشاهدينا الكرام تبارك الله عليكم، الله يحفظكم جميعا وإن شاء الله تستجيبوا كاملين ديروا البسمة وتبارطاجيو، لأن كيف ما كتعرفوا يعني والله مكرهون لا أبطال، يعني النفسية ديال الناس مريضة نكونوا واقعيين. يعني الميكروبا البارح راه دارت شي 14 ساعه ديال اللايفات حتى 7:30 ديال الصباح، وانا والله ما نعس 7:30 الصباح على سالت اخر لايف. وغادي نطرقوا مشاهدينا الكرام المقاطع التي تستوجب اعتقالها الليله قبل الغد، مقاطع ستكون لله ثم للتاريخ، مقاطع ان شاء الله ستصل الى كل من يهمهم الامر، ستصل الى السلطات المعنيه، ستصل إلى السلطات الأمنية، ستصل إن شاء الله بكم مشاهدينا الكرام غدا توصل. وأي أحد في السلطة في المغرب كيف ما كان نوعه من اللي غادي يشوف هذا اللايف أكيد شي حاجة غتحرك فيه، وخا يكون كيف ما بغى يكون غتحرك فيك شي حاجة. مع إلياس برنامج يومي كيهتم بقضايا الرأي العام والقضايا الساخنة والأكثر رواج. مع إلياس كنناقشو وكنحلو بطريقة مهنية بكل مصداقية وأمانة. وفي تطور خطير للأحداث تصاعدت التصرفات المستفزة اللي كتقوم بها المدعوة بالراقصة هيام أو هيام ستار، واللي وصلت إلى حدود غير مقبولة لدى الصغير والكبير، لدى النساء والرجال، من بعد ما استولات على جلالة الملك محمد السادس. سب صريح لجلالة الملك محمد السادس، أليس فيكم رجل رشيد؟ وكذلك سب صريح وقدح وقذف في الشعب المغربي مرارا وتكرارا، ولا زالت حتى اللحظة حتى الآن والتي لم تلقى أي رد فعل واضح من السلطات مع الأسف الشديد. هذه من بعد كان خرج قوية وتندل لكم فاك يا ماذا فاك. عادت هاته التافهة لتتمادى أكثر وتستفز مشاعر المغاربة بشكل غير مسبوق من خلال تطاول على العقيدة والمقدسات الدينية ديال المغاربة ديال أمة المغرب. نحن أمة، ما يمكنش الميكروبات وحسالة المجتمعات القاع ديال الطرواز ديال الزبل يوليو عندهم كرامة أكثر من غيرهم. الله يهدي واحد السيدة واحد الأستاذة الفاضلة، أقول الفاضلة الله يهديها، والله سمعتها في واحد الفيديو قالت واش غادي نديرو حنا بالحبس ديالها وباش غادي ينفعنا الحبس ديالها؟ غينفعنا هو أنه سيطبق القانون، غينفعنا هو أننا سننتصر لحرمة جلالة الملك، غينفعنا هو أننا سننتصر لحرمة الشعب المغربي اللي كيتفقص والعيالات اللي كيبكيو ويكتئبوا. واعود واقول والله العلي العظيم من عش البارح بيت الليل كله داير اللايفات وانا كنقول غنوض حتى 7:30 ديال الصباح على التسعينات، ونعست واحد ساعتين ولا ثلاثه ضربتني الفيقه وبالفقصه كنتقلب كنقول فين حنا؟ لماذا لم تستجب السلطات بعد؟ علما اننا يعني مع اخوان، يعني بلا ما نذكر شي مسائل، كاين منظمات وكاين جمعيات انا معاهم على تواصل، هناك شكايات، هناك بلاغات، هناك هناك هناك، فكاين شي امور في الخفاء ما غادي نذكرهاش مشاهدينا الكرام. شنو هي المستجدات اللي كاين فيكم اللي سمعها، كاين فيكم اللي ربما مازال ما سمعها؟ ان هذه المخلوقه المدعوه هي مستار مسات البارح بأعماق الإيمان والقيم الأساسية التي تشكل هوية المغاربة. كنقولوا الله، الوطن، الملك. نعم، مست بالملك حفظه الله، مست بالشعب المغربي الأبي، بقى لها شنو؟ الذات الإلهية تبارك وتعالى أصبحت تهدد بشكل مباشر كرامة المواطنين وهيبة الدولة، كذلك غنطرقوا لها في مقاطع. أجي نشوفوا مقطع يجب بموجبه أن تعتقل الليل قبل النهار. نعم مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا المقطع والكلمة لكم، غادي نشوفوا المقطع. وناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الفسق ليس بفاسق، مع أن هذا كفر، ناقل الكفر ليس بكافر، عياذا بالله. مشاهدينا الكرام والله لم أكن أظن أنني يعني غادي نضطر باش نشوف يعني هذه المواضيع وتستفزني بهذه الطريقة، ولكن هذا الشيء يدخل في إطار الدفاع عن الوطن
وبصيبتي كنائب الرئيس ديال الرابطة المغربية للدفاع عن الوطن ديال المؤثرين المدافعين عن الوطن من ناحية القانونية بالوصل النهائي، هذه من جهة، من ناحية الشكلية، أما من ناحية المعنوية والروحية فكنبقى مسلم وكنبقى ود المغرب، ويجب أن أدافع عن بلدي وعن وطني، ولن نسكت أبدا في هذا الموضوع هذا إن شاء الله ما نسكت. يا ما كنت كنقول يوسف الزروالي راه 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 طغى وتجبر، ها هو دابا واش كتشوفوا واش كتشوفوا ولا ما كتشوفوش، راه ولا صافي وصل للبلافون، دار مدرسه وهناك قنوات تؤيده وتشجعه على الاجرام وعلى الضرب الاعراض وعلى الكذب، صناعه القصص على اعراض الناس والضرب في المؤسسات والضرب في رجالات الدوله، والله ظلما وعدوانا، ها ظلما وعدوانا. اذا ماشي موضوعنا دابا هذاك الميكروب، اذا غادي نبقاو هذاك بوحدو، هذاك فهمتي هذاك بوحدو، دابا مشغولين بزاف، اذا غادي نمشيو مباشره وغادي نشوفوا المقطع اللي تكلمت عليه قبل قليل لنشاهد. انا قلت الله وربي ما داش ما زيد غنضر، انا غنولي وحيده، الله يا ربي والله ما هرستي والله ما عوقتي فينا، ما انت اله ما انت اله، انا طلبت قلت لها عبادي كبوني ولا استجبت، انا طلبت قدام الناس قلت لك يا الله الا كنتي كاين يا ربي غير ليا ولا حاله. اليس فيكم رجل رشيد؟ السلطات المعنيه خاصة في مدينة طنجة، الوكيل العام لجلالة الملك بمدينة طنجة، والي الأمن بمدينة طنجة، الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، ثوابت والمقدسات تسب وتلعن ويكفر بها ابتداء من الخالق عز وجل. السلطات المعنية، المديرية العامة للأمن الوطني، الناس المسؤولين، السيد خيسي المحترم، حماية لها وحماية دوك الوليدات اللي كيتعذبوا معها وكتمارس عليهم يعني الإرهاب المادي والمعنوي، واللي كتتاجر بهم وبالدليل كما غادي نشوفوا، واللي كتمارس بهم التسول الإلكتروني هكا كتسعى بهم وكتعلمهم السعاية ومساكن وكتدير لك الدري ريان. غنشوفوا المقطع بعد قليل، رفتوا لك الولد خصو يتحيد ليها في أقرب وقت، ولو نتعاونوا يعني طبعا طبقا للقانون، والوكيل العام للملك هو اللي يعني يعطينا الاذن لذوك الوليدات تدريهم شي مرة محترمة وتقابلهم بشي دويرية وياكلوا ويشربوا شي مرة تكون محترمة، والله تتعاونوا كاملين نشوفوا شي مجموعة ديال الناس وانا منهم، ونتعاونوا على ذوك الوليدات وتنال العقاب ديالها، هاتي الميكروبة، هاتي الملعونة. الشعب المغربي بأكمله مستاء وغاضب من هذه الأفعال الإجرامية التي تعكس تحقيرا لمعتقداتهم ومقدساتهم. الميكروبا تجاوزت كل الحدود، الميكروبا يعني أي شيء اللي هو يعني نقوله يعني كيبقى في إطار النقد والتعبير وحرية الرأي، أبدا لا محتوى لها، يعني زبالة، زبل في زبل أعزكم الله، ضرب كيف ما كتشوفوا في الله يعني تتأله عليه، كتقول ليه إلى ما درتي وفعلتي وكذا أنا كنكفر بك أنت ماشي هو كذا، يعني تنفي وجود الإله عز وجل، وحنا في مملكة يعني إسلامية، حنا في بلد أمير المؤمنين، بالله عليكم كنقصد يعني الناس ديال إنفاذ القانون، بالله عليكم تقدروا تشوفوا هذا الشيء وتنعسوا مرتاحين، أناشدكم الله خذوا لنا حقنا، والله أناشدكم الله في الوقت اللي كندينوا فيه بشدة، ما تقوم به هذه المخلوقة المستفزة، يتساءل الجميع، لست أنا وحدي، أين هو دور السلطات في التصدي لمثل هذه التجاوزات الخطيرة؟ فالتساهل مع مثل هذه الأفعال يفتح الباب أمام تكرارها وتفريخ آخرين ليفعلوا مثل هذا الفعل. يا ما حضرناكم من مدرسة يوسف الزروالي ديال النصب والاحتيال، باسم ما يسمى بالنصب او الاحتيال، سميتو هذاك النصب العمومي، سميتو كان كيقول لي الاحسان العمومي، الاتجار في البشر، واش المسؤولين رادين البال؟ يوسف الزروالي ولا كيعطي التعليمات والاوامر من فرنسا وهو هارب من العداله ومحكوم بالحبس ومرتكب عده جرائم هو والعائله ديالو، وكيعطي التعليمات والاوامر ذلك المعتوه لكثير من وكلاء الملك في المغرب، كيقول لي هذا خرجوا بكفالة، هذا عندك تشدوه، هذا عندكم، ويهدد بعض وكلاء الملك ديال الوكيل الملك المحترم ديال أزروك، يقول لي اللي كان قبل منك أنا اللي جريت عليه. أنا كنقول لكم واش ما فراسكمش هادشي،
الوكلاء الملك المحترمون بلا ما نذكر سميتهم ديال مدينه مكناس، والي الامن ديال مكناس ما خلى ما قال فيهم، المكتب 11 ما خلى ما قال فيهم، ولا زال مسترسل يوميا يتهم الناس بالقتل، يتهمهم بزنا المحارم، يتهم الزوجات يعني ديال بعض الاخوان اللي يذكروا بحال اللي كنذكروا انا، فاتهم زوجاتهم واتهم ابنائهم. سيد طغى وتجبر، وهذا مجرد ماذا؟ مجرد حسالة، مجرد معتوه امي. ويا ما حضركم عبد ربي منذ سنوات كنقول لكم راه مدرسة يوسف الزواري هذا تفرخ لينا مصائب. وهما كنشوفوا هنا بعض القنوات عندنا في المغرب دابا ديال الديوتيين والوسطاء في الدار والكلاب الضالة، كنشوفوهم كيقلدوه بل يدافعون عنه، وهو يضرب في النيابة العامة ديال مكناس وفي المحكمة الابتدائية ديال مكناس ويتهمهم بشتى التهم، ويتهم نساءهم وأبنائهم يعني ينشر ادعاءات كاذبة، بل يهددهم أنه عنده صور وأنه يعرف ما يجري في بيوت نومهم وفي صالوناتهم. تتخيلون مشاهدينا الكرام، والله كنت أقول مرارا وتكرارا في السابق يعني منذ 3-4 سنوات إلى يومنا هذا، كنت كنقول فستذكرون ما أقول لكم، أقسم بالله كنت كنقول لكم أنه نعم مغربي ولكن وطني لا، راه ماشي وطني، راه غير كيتضرق وراء الله الوطن الملك الملكي كيتضرق وراءها، لأن هو وصل مولاي الحسن الداكي داك النهار قال لي بغيتي تخدم حد السوارت إيه راه الملك هي باقي كيتدرج عليه، كيتدرج هكا ورا الملك ورا الرايه. عباد الله، والله العلي العظيم فضحه الله على رؤوس الاشهاد ثلاث ايام هذه مع هشام جراندو هو في اللايف وتفضح بالديام. شوف غادي تقطع اللايف، عرفتي جيت نلحظ نبين هذاك صاحبي وبينت مصور جراندو، طلعت سميت جراندو في اللايف في الفيديو، قطعوا ديروا بريفي الله يسهل عليك بالديام. ضرب والله قلت لك قطعنا. شوف عيط لي واحد السيد، عيط لي في الخاص وقال لي راه هو قال لك واحد فهمتي، قال لك راه نضربوا له اللايف دابا. يعني السلطات المعنيه باش نختم ونكمل الموضوع ديالي بالنسبه ليوسف الزرواري، اقسم لكم بالله العظيم السلطات المعنيه الفرقه الوطنيه الا بغيتوا ملف متكامل ديال التجاره بالبشر الا باش تقدروا تجيبوه الى المغرب باش يقابل ويواجه العداله، فوالله الملف ما فيهش غرام ديال الشك قانوني، وإن شاء الله يتقبل عند الانتربول ويجيبوه للمغرب معزز مكرم. أيه بغيتوا الملف تصلوا، أنا نقول لكم تصلوا، أنا نقدر نكون حاضر، بغيتوا مرحبا تصلوا بمراد ألوانكم وتصلوا بمحمد برطال المعروف مول العصير، وكاين إخوة آخرين بلا ما نذكر أسماء سيد يعني بالفيديو بالمقاطع ديال الفيديو كان يتاجر بالبشر وينصب على الناس بالليل والنهار هو والعائلة ديالو. إذن نكملوا الموضوع ديالنا، فالتساهل مع مثل هذه الأفعال ومثل هذه العاهات كيفتح الباب أمام يعني التكرار ديالها، وكيجعل هيبة الدولة عرضة للانهيار، وكيخلي الكرامة ديال المواطن المغربي والمواطنة المغربية عرضة للاستخفاف. دابا حنا كيقولوا لنا في التعاليق والله راه غادي شحال ديال ولاد الكراغله اللي ما عندهم لا اصلا مفصل، يعني ولاد الجيش الانكشاري ولاد الكراغله يعني ولاد خدموا العبيد. اقسم بالله كنشوف في التعاليق كيقولوا لنا هو يا مراجل عليكم، اقسم بالله كيقولوا لنا هي كتقول الحق، والزروالي كيقول الحق، اي والمهداوي كيقول الحق، كاع هذوك اللي كيضربوا في الوطن ويضربوا في القيم ويضربوا في الاعمده والاركان ديال الدوله كيشجعوهم الكراغله، وهما كذباب الكتروني مخلصين كما صرح خبراءهم في المجلس الاعلى للبقر، وكيصرفوا الملايير عليهم وكيدخلوا نعم سيدي وكيبغيو يبينوهم كونهم ابطال. بحال دابا زياش هاد التدوينه هذه المسيئه للمغربي ملكا وشعبان ولتاريخ المغرب تجاه الفلسطينيين، كيجي الذباب الالكتروني ويحاول يدير لك المبررات، كيجيو اعداء الوطن ويديروا المبررات. طبعا استثني من لا علم لهم يعني ونعذرهم لجهلهم، هناك البعض ما نتهموهمش البعض اقول، ولكن مازال الى ناقشتي معاهم يقول لك اسمح لي انا متاكد البعض اليوم كنحترمهم، ولكن الله يهديهم. السلطات المغربيه المحترمه مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بالوقوف صفا واحدا، يعني السلطات والشعب المغربي لحماية القيم والمقدسات ديال المملكة المغربية. عندما يصل الأمر إلى الإساءة لخالق الكون والعقيدة الإسلامية من طرف هذه المعتوهة كما سمعتم في المقطع، فلا مجال للصمت أو التراخي، الدفاع عن الوطن ومقدساته هو واجب على الجميع، لا نستثني أحدا. ومن لم يستطع أو ومن لا يستطيع أن يعبر عن رأيه أو يقوم بأي دور من الأدوار من أجل إزالة
هاد الوسخ اللي غادي يتفرق يعني ميكروب بكتيريا غادي تولي تتفرق منها المئات الآخرين في المستقبل إن لم نضرب على يدها بالقانون يعني بالمطرقة والسندان أو نضربوا عليها بيد من حديد. فكثير من الناس ما قادرين يديروا والو مساكن، وأنا كنحس بكم، أنا شخصيا كنحس بكم ديال بصح نساء ورجالا، الناس اللي اكتئبوا في القلوب ديالهم، الناس اللي كنشوفهم البارح في اللايف ديالها كيتألموا كيكتبوا تعاليق وكيتألموا كيطالبوا من السلطات المغربية عامة من المركزية وخاصة من سلطات مدينة طنجة باش يقوموا بالدور ديالهم. إذن الدفاع عن الوطن عن المقدسات والتوابت واجب على الجميع، والدولة مطالبة باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يتطاول على رموز الدولة على رموز الوطن على الدين ديال الوطن. إذن مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا مقطع، وسمحوا لي إلا طولت عليكم بزاف، ولكن مكره أخوكم لا بطل، وتفاعلوا الله يخليكم. أنا نعيط البوليس نسب بزاف وهم باش يجيو يديوني نيت. سكتي ما تخافيش، خليهم يديوني، خليهم ما كاين السبع. انا كنعيط البوليس باش نهار ندير شي جريمه ما تقولش انت خايبه. الو السلام عليكم. شوف السيدي، انا ديما كنضرب في البوليس وكنقول البوليس ما دايرش خدمته، انا ديما كنضرب في البوليس وكنقول البوليس ما دايرش خدمته حيت كنعيط لكم ما كتجيوش، كتبغيو تشوفوا الدم ولا تشوفوا شي روح طايحه. قولي شنو المشكل عندك؟ ما حنا كديروا خدمتنا. لا ما كديروهاش حيت انا حيت كتبغيو تشوفوا الدم، ديما كنعيط لكم ما كتجيوش. انا شوف انا غنقول لكم مشكل عندي، انا واحد الانسان مفارقه مع راجلي ما مطلقاهش وكنفارق، هو ساكن بوحده، تيجي عندي تدخل على ولادي، كنخلي ولادي وتنخرج، تيجي تدخل على ولادي تيكريسيهم، كيدير لي حوايجي، مصاحب مع وحده في القهوه وتيجي كيدير لي حوايجي. انا راه غندير شي جريمه الا ما دخلتوش. المجرمه الميكروبا هي كتقول مجوجه، هي كتقول البوليس انا مطلقه، علاش ما قالت لهمش مجوجه؟ لان الا مجوجه وجا ودخل مثلا كاع وهز شي حاجه، مع انها تكذيب، يعني الكذوب كيجري فيها مجرى الدم. انا متبع هذا الشيء مزيان. فالميكروبا كتكذب على البوليس كتقول لهم مطلقه، وكيجيو كيكريسيني. كيفاش كيكريسيك؟ جات داليه ليزيات، كتقول بليزيات، كتفلى، كتستهزأ بالمؤسسة الأمنية، كتستهزأ بالكوميسارية، كتستهزأ برجال الشرطة، أليس كذلك؟ جاوبوا معنا أخوتي دوما في التعاليق، واش كتستهزأ بالجهاز ديال الأمن ولا لا؟ نكملوا. عندي العصاب راه مريضة، إلا ما تدخلتوش راه غنقتل راسي. أنا كاينة في برانس في الكامبو ديال الكرة، راه خاصك تشوف راه عندي ثلاثة د الوليدات. هذاك الشماته كان في القهوه، شو سميت القهوه؟ العربي. كيخدم في القهوه ديال العربيه وساكن بوحدو، انا ما عارفاش فين ساكن، ولكن كيخدم في القهوه ديال العلوم العربيه، عنده صاحبه تما مولات القهوه هي صاحبته، تيجي عندي الدار تدير لي حوايجي، انا مفارقه معاه وكيجي الدار تدير لي حوايجي. من فين غيجي؟ راه كنخرج تيدخل هو يدير لي حوايجي. ملي كيدق ما كنكونش، انا كنخرج كنخلي ولادي في الدار، كنجي كيقولوا لي ولادي راه دخل هز لك حاجه. ليزيات هما اللي هما الصناصات اللي كيداروا، ليزيات هما اللي كنديروا الايربود ياك، هما هادو هما ليزيات. زيد كاين شي حد قال لك راه ربما سمعتوها في شوف تي في، فاطمه الزهراء قالت يقدر يكون هذا كاين شي صاحبها، شي واحد تفقت معاه زعما باش تعيط ليه ماشي البوليس. احنا سمعنا ان المكالمه قابله للتسجيل، راه سمعناها ياك. فوق هذا الشيء يعني السيد كيبان كيهضر بحال البوليس، فوق هذا الشيء هذا اللي نفرض انه شي مجرم معاها، فهذا راه استخفاف واهانه للمؤسسه، ماشي داك الشخص، المؤسسه الامنيه اللي العقوبه ديالك توصل لخمسة سنوات. فكما درتي ليها وحده، كما درتي ليها وحده، كمل ليا. انا كنخرج في اي وقت، انا دابا خرجت جيت لقيتهم كريسيني واخد لي حوايجي. كيفاش تخرج في اي وقت دابا؟ ثلاثه الصباح في اي وقت؟ انا راه ماشي انا مطلقه، من حقي نخرج في اي وقت بغيت، انا مفارقه مع السيد ما مطلقينش ولكن مفارقه معاه، حتى هو راه كيخرج في اي وقت. صافي غنعيط لكم غدا تجيو عندو القهوه في الكاين. انا في فرانس القديمه، فرانس القديمه كامبو الكوره. صافي انا غدا نجي ندير شي كاين ديال فرانس. يلاه بالسلامه. شوفي كتستهزئ بالبوليس، البرانس البوليس الشرطه المحترمون.
ساكنه في البرانس القديمه. البرانس كيعيطوا ليها من طنجه ياك تما فين ساكنه، يعني تقدروا تجيبوها هي ديالها هي. قالت لكم هذه من جهه، من جهه اخرى ثلاثة الصباح كتقول ليه نخرج متى ما بغيت. اي بحال اللي خرجت داك النهار وضرباتها بالسكره، فاش قالت لكم السكره مقيومه عليا ب 2000 درهم وخلات ولد عنده 7 شهور فين ما مشات هز رجليها، شي من الزنقه شي من الزواج كل هذاك الشيء مخلط مجلط. ويلا كاع شي وحده عندها الاولاد واش غتكون والده غير هي والكلاب؟ واش اللي والد يطحنى يطحنى في هذه البلاد ولا شنو؟ ها ضربه السكره ب 2000 درهم وبغات البوليس هما اللي يجيو يديروا ليها الماء. تنكرهكم تنكرهكم من اعماق قلبي، تنكرهكم وباغي نفقسكم وبغيت ربي يغنيني باش نمرضكم. الو خويا صافي؟ الحمد لله. والله يا امك ترى تمشي للحبس. والله يلعن امك الوالدين الخامشه. خويا صافي؟ الحمد لله. والله يا امك ترى تمشي للحبس. والله يلعن امك الوالدين الخامشه. الحبس ديال باك عندك سوارتو ورا طبيعة حالكم راه تصرتو يا الخانزات وكتو في بلاد القانون كاع ما تقولوا هاد الهضره. ياك ما تنتي عندك شي درسه، ياك ما تنتي الوكيل راجل امك اي خلعتيني، ياك ما تنتي مصاحبه مع الوكيل كتضربي معاه الطاسه وما نعرف اختي شتك تحل في، ياك ما خدامه في المحكمه وانا ما في خباريش، ياك ما الوكيل الملك يضرب معاك الطاسه قال لك راه غنشدوها في الحبس. يلا بنيق فاسقات مسختي غير من لا مويا مسطار. كتسب البوليس داك النهار وفي القضاء وكتقول لهم اجي وانتم ديروا جيبوا لي الماء الماء للدار. كاع قالت جلاله الملك المقطع بلا ما نعاودوه راه كاملين سمعتوه. كتقول لها الماء واش ما كتشوفنيش؟ زعما الملك غادي يتفرج فيها حفظه الله. الملعونه فاتت جميع الخطوط الحمراء، تعدت جميع ما يمكن ان يتصور اي انسان في اي بلاد في اي بلاد في اي بلاد. هذه إذا استمرت السلطات تجاهل مثل هذه الأفعال بلا ما تتاخذ أي إجراءات حازمة واضحة فإن ذلك سيكون بمثابة تنازل عن هيبة الدولة وعن حماية حقوق وكرامة المواطنين المغاربة وحماية الثوابت والمقدسات. يجب أن يكون هناك تحرك حاسم وسريع لردع هذه التصرفات وضمان أن كل من يتجرأ على المساس بالمقدسات ديال المملكة المغربية الشريفة أو ملك المغرب حفظه الله أو الشعب المغربي الأبي غادي يواجه العقاب الذي يستحقه طبقا للقانون. واش قلنا شي عيب يا عباد الله؟ واش الرسائل ديالنا فيها غبش؟ واش الرسائل ديالنا يعني واضحة لامعة وضوح الشمس في الظهر الأحمر؟ أليس كذلك مشاهدينا الكرام؟ سمعوا مقطع آخر. حيت كنصرب عليه وتنخسر عليه رزقي. سير ولدي الخير يا تكبر تتكبر وديك الساعه شوف نبدا عقلك ملي ولا عندك العقل وشوف فين تمشي بلا ما تيجبدوش ريتاج يجبدوك غا انت. علاش؟ حيت ولد الحرام خليهم يقولوا اللي بغا. لا تقبعك ملي تفطاش معايا حتى داكشي مقود صافي. هذيك كل المرايا انا جديهم. ما تقوليش لي الطفل الصغير ما تيعرفش. تعرف عنده 11 عام طاش معايا يهودي خش قود عليا. قبل ما نكملوا الولد عنده 11 عام سميتو ريان كيتعرض حسب المتابعه ديالي للارهاق النفسي المعنوي والمادي. كيتعرض يعني الواحد تتبعه دبعا باش يتسول باش يسعى التسول الالكتروني. هادشي هذا كله كديروا ليه باش يطلب من الناس يقول لهم بكاله ب 4000 درهم مشات ليا. وهي كتختارها طبعا وكتصنع هذه من قديم كتصنع يعني كتفتعل بعض الحوادث باش تسعى بها كما كيديروا الموسخين بحالها يعني لا في تيك توك ولا. ولكن هي دابا متربعه على العرش ديال التباهه وديال الاساءه للوطن والمواطنين. اذا هل الولد هذا ريان؟ والله الا البارح راه الليل كله انا راه فايق جوج ثلاثه اربعه وخمسه سته سبعه الصباح سبعه ونص كانت يلا عاد دارت لايف خمسه السوايع ونص ثلاثه جوج ونص ثلاثه ثلاثه السوايع ونص والولاد ما يقدروش ينعسوا الضو شاعل والغوات خدام والسبان خدام ومن الحزام اللي تحت الماكينه يا كبالك. واه هاد الدري هذا من يحميه يا عباد الله؟ كلنا ريان. جات قالت لك علاش غندير الخيريه ما تقولوليش كلنا ريان؟ علاش؟ لانه هو ديوتي تصور دري عنده 11 عام ما يصرح ما يسوى. علاش؟ لانه ساكت ما كيطلبش. وكتعطيه مثال كتقول لي شوف غير اختك عندها 6 سنين معلمه حتى هي تطلب. كتقول ما اختك كتهضر مع الناس ولا سبوني كتسبهم وانت على الساكت. علاش مشات لك البيكارا وكتخليني نهضر بوحدي؟
خصهم يقول لهم يتضامنوا معاك وكتقول لهم يا الفاعلين يا التاركين يا كذا على المغاربه. الا بقى فيكم ريان وكتكتبوا كله حتى نتوما كتبوا كلنا ريان الله يخليك ريتاج ريتاج شكرا كلنا ريان كلشي انا والله الولد كلنا ريان كضرها بخاطرها كلنا ريان الولد مسكين كيبان ضريب وزوين بس اللي بغيت ونقول اللي بغيت ونهضر والقنوات تبقى وحده اللي فمهم بحال يبقى حتى واحد يهضر معايا نمشي لاوروبا ونلبس اللي بغيت ونقول اللي بغيت ونهضر والقنوات تبقى وحده اللي فمهم بحال صاريكو سبت الملك ما هضروش على المغاربه نهائي علاش لان ما عندهم فين يشدوا صاريبو خرجت سباتو بالسبان ديال بصح قالت لي جوعتينا وتعكيتي علينا وما داروا لا والو المغاربه بقاو ساكتين علاش قالت لهم ما عندكمش الكلب توصلوني انا طلبت النجدة ولات إنسانة خيبة علاش حيت عايشة في المغرب كاع المشاهير هربوا من المغرب كاع المشاهير عايشين في فرنسا برا انا عايشة في هذه البلاد الكحلة ما فهمتش علاش انا عايشة في هذه البلاد الكحلة ما فهمتش علاش عارفة مواليها محسادة وعايشة فيها مواليها كلاب الكلاب كتقول مواليها محسادة يعني مواليها هذه البلاد الكلاب وكتضرب مثال بصاريكول وهي بغات تمشي على برا قال لك علاش شنو هو الهدف ديالها والأمنية ديالها الهدف والأمنية ديالها هو تسب الملك وكتعطي مثال كما سمعتوا الكلام واضح تتجرأ على جلالة الملك كأنه يعني في حالها الأخرى سباتوا ربحات الفلوس وبرطاجوها وتشهرات بالسبان حتى أنا أرى نسب الملك كما خرجت ذاك النهار وحدة أخرى سميتها بدع دعواني قالت يا الملك يوجد راسك أنا من اليوم الفوق ما كاين غير السبان علاش حيت هو يام سباتك والناس ولاو كيطلعوا يتفرجوا وكيبارطاجيو هالناس كيدخلوا من باب الفضول راه ماشي كيدخلوا حبا فيها لا الكرامة الوطنية وهيبة الدولة ماشي شي حاجة اللي يمكن التهاون فيهم والوقت حان اليوم أكثر من أي وقت مضى باش السلطات تاخذ خطوات جادة من أجل استعادة الاحترام والثقة في قدرة الدولة على حماية المؤسسات على حماية القيم على حماية المواطنين على حماية الثوابت والمقدسات. بالنسبة للولاد كما قلت أنا قبيلة راه غادي غيكون شي حل غير شتي تم الاعتقال ديالها هذوك الولاد هذا راه منظمة جمعية لا ديال الأستاذة سميرة البقالي ولا ديال الواغريس ولا ديال وكاع الاخوان غادي هذوك الوليدات ان شاء الله مع الوكيل الملك الوكيل العام هو اللي غادي يعني شي يكون قانوني ان شاء الله باذن الله غيكونوا يعني في حال افضل بكثير باش يكونوا مع هاد الميكروبه هادي. نشوفوا المقطع اذا تكلفات الاستاذه سميره وكم العالم وحتى في الشكايه انا قايلها باش حتى في يعني في الاجراءات القانونيه قضائية اللي غادي نديرو حنا باقي قدامنا مساطير اخرى راه ماشي درنا الشكاية على اساس ان السيدة صافي غدا نمشي نعتقلوها ونمشي انا الناس في حالي راه ما عمرني غنعس لا انا لا هي ما غنعسوش كاين واحد المواكبة مازال غادي نديرو قضايا اخرى ومازال غنديرو اجراءات اخرى باش نتسلمو لنا لان استاذة سميرة وعدتني وعدوا الحر بين وعدوا ونكعرف الاستاذة اكيد وعدات كتوفي على ان هذوك الوليدات ان شاء الله وإلا تمت الامور كما هي غادي نجيبوهم لهنا لعندنا وغادي تطريطا الملف ديالهم والقضاء من طبيعة الحال والأجهزة والمؤسسات هما اللي لهم القرار ماشي حنا أكيد غير هي حنا كمبدئيا عندهم سلطة القرار حنا مبدئيا دوك الأولاد راه ما غاديش يمشيو للشارع وما غاديش يمشيو شي بلاصة اللي هي خايبة لا ما غاديش يمشيو للخيرية القضية نوضح للمشاهدين أن هي كتقول في اللايف غنهز هاد الأولاد غنديهم للخيرية أنت بعدا يا ريان راك كبرتي غير عند الناس في الديار فحنا ديك الكلام راه كل راك تهرس واحد الشخصية واحد الولية اللي كان هيئه للمستقبل ايش كتخيل المهم على كل حال الاستاذ الحقوقي دريس واغريس والاستاذه الجمعويه سميره البقالي كيف ما سمعتوا بمعنى راه ما يمكنش يتم الاعتقال ديال المعتوه ديال الميكروبه ديال المجرمه اقول التي اجرمت في حق الله الوطن الملك ما يمكنش يعني تبقى هكاك ما يمكنش تمشي للحبس فكاين حلول كثيرة ستكون كاين يعني أنا وكيل الملك كما قالوا هما طبقا للقانون وكيل الملك هو اللي غادي يحدد يعني شنو بغي شنو خصو يدار هما اللي مختصين إما دوك الولاد يمشيو عند يعني بواه الآخر يولدوا الصغير راه بواه كيبان يعني واخا هو طاح في الزويجة ديال الزبل عزكم الله وإنما كيبان يعني ما بيهش كيبان ضريب ما كيبانش شي واحد فهمتي كيفاش طاح مع الوسخ ما عرفتش المهم ما عليناش فيدي ولدو يدي الوليد الاخرين البنت هي عاود راه عندها يمكن بواها على كل حال الى بها حالات
وجدودهم جداتهم ما نعرف شنو ما قبلوهمش بحال هذه راه ما غيتخلاوش عليهم ان شاء الله. يعني الوليدات يكونوا في احسن حال على الاقل افضل بكثير من اللي هما مع هذا. دوزون فقرة اخرى مشاهدينا الكرام. بالنسبه لنا اليوتيوبر كنهضر عليه في اليوتيوب حميد المهداوي اثار جدل واسع من بعد التعليق ديال او على التدوينه ديال اللاعب حكيم زياش واللي اتهم فيها المغرب بالمشاركه في الاباده الجماعيه للفلسطينيين. هذه التدوينه اللي جات في سياق الموقف ديال زياش من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وهذه التدوينه لاقت غضبا واسعا من طرف كل المغاربه اقول الا كاين اللي باقي كيقول حتى هو لاعب وحتى سبق بغواه المغاربه وحبس المشمش ياك حبس المشمش كيقولوا لي ياك وديك المشمشه بزاف الناس كيقولوا خماجت هي اراكم من بعيد المشمشه راه كتكون مشمشه ولكن ملي كتخماج راه كتخماج. على كل حال بزاف ديال الناس شافوا هاد الملاعب ديال الكره تجاوز الحدود في الاتهام ديالو للدوله المغربيه بالتورط ديالها في جريمه بشعه مثل الاباده لا يحق له. هو غتقولوا حماق عاود ولا مغربي مغربي احنا دائما الوطنيه راه كتحددها المواقف لا ما بقاو نضحكوا على بعضنا. قال لك بالله راه تاخذ موقف شجاع. الفعل ديال حميد المهداوي كذلك اثار استياء كبير عند الوطنيين الملكيين الاحرار. خلينا من القاطع الضباع واحد الفئه اقصد ديال اللي تابعين جلاله بن نافخ وخيلقاه مع عمه ويقول ليه كلنا حميد الصحفي النازي هذوك ما كنهضرش عليهم بحيث الكثيرون اعتبروا اليوتيوبر حميد المهداوي يحاول او يريد تأييد وجهة نظر مغلوطة مكذوبة وغير مبنية على اي حقائق تاريخية او سياسية وتعد تعديا صارخا على موقف الدولة المغربية تجاه القضية الفلسطينية. نشوفوا المقطع ديال حميد المهداوي. مني المقطع ولكم التعليق. وخليني نقول له زياش يا زياش لك الحب والتقدير والاحترام. يا زياش فيك تتلخص الوطنية وتتلخص العروبة وتتلخص الأمازيغية قضية الكردية جميع قضايا اللي كاين في الكون تتلخص فيك يا زياش. أصبحت واحدا من الجواهر الوطنية. نحبك ما حيينا ونحترمك ما حيينا. رفعت رأسنا عاليا في ملحمة قطر واليوم ترفع رأسنا كذلك عاليا في القضية الفلسطينية. وإن سحبت تدوينتك نلتمس لك ليس 70 عذر مليار عذر فوق طاقتك لا تلام خاصة وأن الجهة الأخرى كنعرفوا حجم الغطرسة ديالها والنفوذ ديالها وكنعرفوا يديها شحال طويله. كيخشي كلابوس كيخشي الكلابوس للدوله المغربيه والموقف ديال الدوله المغربيه. والسؤال اللي كيطرح نفسه هنا هو واش المهداوي اصبح هو ولا زياش يا زياش شتي كيفاش كيدير ليها انا كيجيب ليا التقيه اسمح لي عامل اقسم بالله زياش يا زياش مالك شنو كيتسمى لك التنطع في الكلام شنو كيتسمى التشدق يا زياش دابا نعاودوها يا زياش واش انتم اصبحتوا فلسطينيين زعما اكثر من الفلسطينيين ها واش انت يا ما داك المركز تقول كنتي شيوعي ماركسي ما نعرف شنو يساري شمالي تخربق بشي كلمه اكثر من راسي وليتي غير مسلم ديال بصح زعما يعني بحال الا زعما كتصلي على الله يدور السبعه. هذه من جهه ومن جهه اخرى الا تعلم حميد المهداوي انه اخطا خطا فادحا؟ يلا اطلع وقول لي واش فعلا تتفق معه ان الدوله المغربيه. اما اذا قلتي لي اراه قال الحكومه مثلا نقول لك حميد وسيرضى الله الضباع راه اخنوش ما عندو حتى علاقه وراه قرار سيادي ديال استئناف العلاقات اللي نتوما كديروا فيه اليدين والرجلين وكتولدوا منه الخبث اللي عندكم بالداخل ديالكم وكتفرخوا وتخرجوا وتحطوه للضباع وتحطوه للجحافل وتحطوه للهمج الرعاع. واه الموقف ديال المغرب باين وثابت تاريخيا وحتى حاليا. باش انت تقول ليه وطن انت وطني والاكراد والهنود والبنغلاديش وما حييت ما حييت انت لانكم تشابهت قلوبكم لانكم ماذا تشابهت قلوبكم لانك يا حميد مهداوي من الذين اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. حميد مهداوي والله لن تضلل الشعب المغربي الوطني الملكي الحر. كيفاش نمتق معاك وانا وما حييت ولن ننسى لك شنو زعما وفوق طاقتك لا تلام والضفة الاخرى يعني عندها تشبيه لكن هو راجل ديال بصح ينتقد هولندا ينتقد هولندا راه هي كدير كل شيء مع اسرائيل قلبا وقلبا وينتقد تركيا اللي هو فيها دابا ايوا المغرب شحال كيوقف مع القضية الفلسطينية ماشي بالهضرة والشعارات وداكشي ديال عملاء المجهول كيوقف فعلا مع القضية الفلسطينية من قديم الزمان
في المحافل الدولية وعلى مستوى العلاقات الثنائية، ولا يمكن أن يتهم بتواطؤ في جريمة الإبادة يا حميد المهداوي ويا زياش. مشي تخرنت وكورتك من عندي أنا، وسمحوا لي الخوت الله يرحم الوالدين بقاو نتفلاو على بعضنا ولا هذا راه الوطن. خذوا اللي بغيتوا، خذوا الكرة، خذوا الباسكيت، خذوا شنو حامد المهداوي الرياضة المفضلة ديالك، التزلج على الجليد واقيلا ياك ولا شنو كيدير دركم المصارعة الحرة ولا ما عرفت شنو. المهم سمعت شي حد قال لي عزيز عليك شي رياضة هكا كاين التزحلق، يمكن التزحلق ما عرفت. المهم باش تواطأ على بلادك واتهمها بالتواطؤ في جريمة الإبادة، يعني تهمة لا أساس لها من الصحة، ما يقدر يوافقك عليها حتى أعدى الأعداء. حميد المهداوي يعني شفنا جاب عملاء الماجوس تما وجرائم ترتكبت عنده تما في ديك القناه ديال اليوتيوب، يعني سميتها حميد المهداوي، الا كان سميتها قناه مؤسسه اعلاميه يعني بديل، بمعنى ورينا الضرائب اللي خلصتي من المليار اللي صورتي، المليار اللي صورتي في هاد الثلاث سنين، المليار اقول ويزيد المليار، ورينا الضرائب اللي خلصتي. هذه الا كانت مؤسسه، حنا كنهضروا على القناه ديال اليوتيوب كونك يوتيوبر في اليوتيوب، واخا وضحت لهنا. إذن اللي كتجيب القناة ديال اليوتيوب عملاء المجوس تصريحات، يعني أنا ما ندخلش أنا في النيابة العامة، وإنما العداوة أخوتي المغاربة، العداوة أخوتي المغاربة. أكاين شي حوايج ديك التساهل ديال السلطات المغربية راه كتفرخ لينا وحدين أخرين، يعتقدون أنه على حق حينما يسكت أهل الحق يظن أهل الباطل أنهم على حق، وكما هو معلوم أن أكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يفقهون. وبناء على هذا مشاهدينا الكرام كنطلبوا من السلطات باش يعني ترد لبن هذه الامور هذه. حياكم الله، حتى نغدا ان شاء الله ان كان في العمر بقيه، والى اللقاء.